السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب سنة أولى ثانوي، معايا كتاب جينيوس يونت 3، الجرامر الخاص بيه، المضارع التام. كلنا هنفتح على صفحة 92 أو 92. خليكم معايا. لما بيجيلك سؤال زي ده ويقولك I have worked in this office not a، ويقولك اختار العلامة المناسبة للجملة، تروح تدور الاول على ايه؟ ان العلامة قانونها ايه؟ غلط. هتدور زمن الجملة ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقول I have worked مضارع تام، ده يستبعد لي اجو عشان اجو ماضي بسيط، يستبعد بيفور لان بيفور بتيجي في اخر جملة المضارع التام المنفي، تمام كده؟ انما الجملة دي اثبات ومش اخر الجملة، يبقى معاك يا سينس يا فور. سينس بيجي بعدها تاريخ محدد او جملة ماضي، لكن فور بيجي بعدها مدة غير محددة التاريخ، يبقى فور اير. هنا جاي بالعكس، مصطفى نقط فوتبول سينس وزيا. بداية هنشوف سينس معناه لأن ولا معناه منذ، لأن لو سينس معناه لأن بتساوي بيكوز، بيبقى زمن الجملتين نفس النوع، يعني ماضي مضارع مع مستقبل. إنما سينس لو معناه منذ، لا أنا كنت قايل لكم قانون سينس اللي هي معناها منذ، لو هي في النص المضارع التام قبلها وجملة ماضي بسيط أو تاريخ محدد بعدها. احنا لو بصينا هنا هنلاقي بعدها جملة ماضي بسيط اهو، يبقى هو عاوز تاريخ محدد، عايز قصدي مضارع تام، يبقى has played. My wife not the house it's clean now. بداية الزمن مضارع، هنشيل الماضي، تمام؟ طيب it's clean now، البيت نظيف دلوقتي، يبقى هي لسه بتنظف ولا نظفت ولسه مخلصاها؟ نظفت ولسه مخلصاها. المضارع التام بيعبر عن حدث لسه منتهي وله أثر في المضارع، يبقى it's clean now ده بنسميه حدث منتهي وله أثر. طيب they have arranged for the holiday، have they arranged زمانها مضارع تام في صيغة سؤال. طيب احنا عارفين ان السؤال بيجي فيه يت في اخر السؤال بتاع خاص بالضيق او الاستفسار، ايفر في نص السؤال، هاف يو ايفر التصريف الثالث هل سبق لك، و اوريدي بتيجي في الدهشه، جاست ما بتجيش في السؤال، ونيفر نادرا ما بتيجي في السؤال، يبقى هاف ذي ارينجد يت، تمام. اتس لونج تايم، طب هقول لك قانون اتز مده، since past tense ماضي بسيط، فإتس مدة since ماضي بسيط، ماضي بسيط يبقى visit. خليكم معايا صفحة 93، بيقول I am happier، أنا أكثر سعادة، أو I am so happy. طبعا I am برضو أثر مضارع، أثر مضارع لحدث لسه منتهي، فهنا هناخد مضارع تام حدث لسه خلصان. طبعا I am مضارع بنشيل was وهاد وود كلهم ماضي، يبقى I have won. ونقط إن حلوان for 5 years، now we are living in منصورة. ركز بقى، أنا كنت قايلة لكم ركزوا معايا هنا إن فور زائد مدة لو ذكريات انتهت بتكون ماضي بسيط، إنما لو حدث لسه شغال لغاية لحظة الكلام بيكون مضارع تام. فالجملة هنا بيقول يبقى هناخد، بص يا الليف دي يا الهاف ليفت، ما بيجيش طبعا دول. لو انت بصيت بيقول لك احنا عشنا في حلوان 5 سنين، دلوقتي عايشين في المنصورة، خلاص غير مكان اقامته، يبقى ده حدث منتهي ماضي بسيط، يبقى هناخد حدث منتهي ماضي بسيط، يبقى lived، have lived غلط، تمام كده. نكمل. My uncle not lung disease since he started living near steel factory. steel factory هو مصنع حديد وصلب، تمام. طبعا برضو since بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام، يبقى has هات،
تمام أصيب بيه. My uncle has lived abroad نقط 20 طبعا 10. لو بصينا هنا في رقم 4 ركزوا هنا، لما نلاقي تاريخ يعني 2010 ده تاريخ قديم، هناخد ماضي بسيط لو معاك حرف الجر ان، مضارع تام لو معاك سنس. حلو الكلام كده، يعني ده شيء مهم جدا. فانت هنا بتقول has lived مضارع تام، دايما نبدأ بالزمن يبقى سنس ايه؟ تاريخ. how long ago برضو ركزوا معايا، في فرق بين how long و how long ago. how long مضارع تام، have و has فاعل تصريف ثالث، مضارع تام على شكل سؤال. how long ago ماضي بسيط يبقى ديت فاعل مصدر، تمام. دي بقى how long ايه ago يبقى ديت فاعل مصدر. how long طبعا did he come home. معايا بقى هنا I haven't seen علي since، لسه قايلة since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط past tense يبقى met. not the news program on the new نايل نيوز على اخبار النيل يسترداي، يسترداي زمانها ماضي بسيط. السؤال في الماضي البسيط بيبدا بديت فاعل مصدر، ديت فاعل مصدر يبقى ديد يو واتش. الفكره القرار التاني بتاعت فور، يعني بيقول لك عمي عاش في ايطاليا فور 10 ييرز هي انجويز، الجمله التوضيحيه بتقول هو مستمتع بالاقامه هناك، يبقى الاقامه هناك ما اصبحتش ذكرى ماضي بسيط، ده هو لسه عايش هناك. في فرق بينها وبين الجمله اللي هي رقم 2، تمام. يبقى هنقول ان هو has left. where's تامر، طالما بيسأل على تامر يبقى تامر مش موجود. طب احنا كنا قايلين ان ذهب وعاد has been، تمام. ذهب ولم يعد has gone، فهو لسه ما جاش يبقى has gone. I haven't seen my friends in the village a long time، برضه هنعمل ايه؟ هنبص ل haven't seen مضارع تام، مضارع تام يبقى go when غلط لان دول ماضي بسيط، يبقى معانا since year 4 a long time مدة غير محددة التاريخ يبقى 4. خليكم معانا. معايا في الجملة اللي هو بقى التمارين بتاعت الكتاب صفحة 94 بداية كده، احنا واخدين have و has been ing ده اسمه مضارع تام مستمر، وكنا قايلين بيترجم ما زال، ما زال يعني، تمام. اي فعل في اي ان جي ازمنه مستمره ما بيجيش مع الفاظ العدد والكمه. يعني انا دلوقتي بقول انا قريت الكتاب ده ميني تايمز، اولا دي اسمها جمله مجهوله الزمن. جمله مجهوله الزمن بتبقى مضارع تام، اللي تثبت كمان انها مضارع تام ان معاها عدد، فانت عندك العدد ما بيجيش مع التام المستمر، تمام كده، يبقى مضارع تام. واحد يقول لي طب ليه شوير ريدنج مفيش تقاطع احداث، طب ليه مش هاف بين ريد يعني ده مجهول ازاي وفي بوك مفعول، خلاص يبقى احنا هناخد هاف ريد. جودي نقط شبرا الخيمه لاست ويك، علامه الزمن لاست ويك يبقى من علامات الماضي البسيط، الماضي البسيط يبقى ترافل. عايزه اقول لكم على حاجه، اتعود ان انت وانت بتحل مش عشان بتحل على المضارع التام يبقى كل الاختيارات مضارع تام، يعني انت لازم تتعود تسأل نفسك وترد على نفسك العلامة الموجودة في الجملة. هنا بيقول لك ملك نقط 2 glasses of orange juice today and it's only 10 o'clock. احنا لو بصينا هنا today من علامات المضارع عموما، هنشيل الماضي اللي هو had drunk drank، ده تصريف تالت، عاوز اعرف ده زمنه ايه؟ ملوش، يبقى على طول هناخد has drunk وجود عدد وعلى لفظ المضارع يبقى مضارع تاني. نيجي بعدها رقم 4 My uncle نقط انبنها since is a childhood، العلامة الزمنية مين؟ since. since مينفعش قبلها غير مضارع بعدها ماضي بسيط، وده ماضي بسيط مجهول وده ماضي تام، يبقى هناخد has stayed. نيجي بعد كده العلامة الزمنية in 2018 سنة 2018، طبعا
الرابط المستخدم ان، الرابط المستخدم ان يبقى انت عندك ماضي بسيط، وزيرنج ده مستمر، هافير ده مضارع تام. الماضي البسيط هنا مجهول وده معلوم، فبيقول عماد وكمال سمعوا الأغنية يبقى في مفعول، صح ولا أنا غلطانة؟ يبقى تبقى هيرد. نيجي رقم 6، حاتم نقط as a taxi driver for 5 years، لغاية دلوقتي تنفع has worked و worked. now he is a worker، هو دلوقتي عامل في مصنع، يبقى شغلته كتاكسي درايفر ذكريات من الماضي، يبقى ماضي بسيط. لسه كنا قايلين لما شرحنا مضارع التام ان it's the first time، انها اول مره، it's the last time انها اخر مره، بتبقى طالما از يبقى مضارع تام. تمام، مضارع تام مع ايفر ليه؟ لان انت بالترجمه هتقول انها اول مره على الاطلاق، انت بتقول بالعربي على الاطلاق، تمام، اول مره على الاطلاق، يبقى ايفر. يبقى ايفر بتيجي في السؤال have you ever، هل سبق لك، بتيجي مع اساليب التفضيل، بتيجي مع مصطلحات الأعداد الترتيبية في المضارع التام. طيب 8، why are you late، انت متأخر ليه يا سامي؟ قال له sorry I have not the library. طالما بيقول له انت متأخر ليه، يبقى سامي راح وراجع، راح وراجع مينفعش جن ولا جن تو، خلاص في عندنا بين عندنا بين تو، هنا في مكان، يبقى بين تو مكان، راح وراجع. نيجي بعد 9، uncle my uncle has stayed abroad، برضو has stayed مضارع تام، يبقى هنشيل ان عشان ماضي بسيط، long long عاوزة ago، تمام كده، دي مش علامة لوحدها كده، يبقى هناخد for مود. have you done the homework، فرد قال له not yet، طبعا احنا كنا قايلين ان no never، no never، لكن not يبقى yet، ليس بعد. تمام، I haven't gone to the zoo، لم أذهب لحديقة الحيوان since، الرابط مين؟ since، قبليه مضارع تام، بعديه ماضي بسيط، ماضي بسيط يبقى since I was. I lived in Alexandria in 2015، احنا لو بصينا هنا ايه الزمن المستخدم؟ ماضي بسيط. طيب انا لسه الماضي البسيط بيعبر عن ايه؟ ذكرى وانتهت، عشت في اسكندرية السنة دي بس، السنة دي بس، وسبت اسكندرية، ده معناته have been lived غلط عشان مجهول، lived there since ما يجيش lived مع since، since قبلها مضارع تام، يبقى you have lived you haven't lived. بصوا لي بقى، انا عشت في اسكندرية سنة 2015 بس، بس وسبتها، يعني انا محدد السنة اللي عشت فيها، يبقى انا لسه عايش في اسكندرية منذ 2015 ولا ما عشتش فيها منذ 2000؟ اي ما عشتش فيها، خلاص انا عشت فيها 2015 وسبتها، من بعد 2015 لغايه دلوقتي ما عشتش فيها، منذ هذه السنه تركت المعيشه هناك. انما لو انت خدت مضارع تام مثبت يبقى انا عايش هناك منذ 2015 حتى لحظه الكلام، وده كده يبقى غلط. نيجي بعد كده 13، I can't phone my parents، انا مش قادره اتصل بابوي because، انت لو بصيت هنا هتلاقي can't phone مضارع، يبقى انت هتشيل الماضي. طيب لقيت مش فيش ماضي، طيب تعال نشوف بقى، انا مش عارف اتصل، ده اثر ان انا لسه مضيع التليفون، لسه مضيع التليفون، يبقى عايزين مضارع تاني. بصيت لقيت have lost ولقيت has lost، الضمير I ياخد have lost. نوال's younger sister has studied the past tenses، درست ازمنة الماضي، but كل ده هري كلام ملوش لازمة، الكلام هيبدأ من هنا. she hasn't studied the present perfect، مضارع تام منفي، طبعا مضارع تام يبقى هتشيل ago. just already بيجوا في الإثبات، يبقى آخر المضارع التام المنفي يت، ولو ما كانتش موجودة كنا خدنا lately. تمام، نيجي بعدها the plane، الطائرة نقط I can see it in the sky، أنا شايفها في السماء، طبعا ده برضو أثر مضارع، أثر مضارع يبقى هنا مضارع تام. طيب الاختيارات كلها مضارع تام، المعنى بقى اولا بلين مفرد تاخدش هافنت، الطيارة اقلعت ينفع تاخدش هازنت ليفت، انا شايفها في السما تبقى لم تغادر ازاي كده، بقى فاضل اتنين بمعنى غادرت، هاز ليفت جاست، هاز جاست ليفت، خدنا مكان جاست بيجي بين هاف وهاز والتصريف التالت. نيجي بعدها my uncle has lived abroad، زمن الجملة مضارع تام،
مضارع تام يبقى هنستبعد اجو وذن خلال، يعني دي بتبقى مستقبل. since for 5 years مده بدون تاريخ يبقى for. have you ever والتصريف التالت انا كنت قايله لكم هل سبق لك. have you ever والتصريف التالت. هل سبق لك. فبالتالي have you ever tried English food. ان هنا في tried ever غلط، ever try مصدر ما يجيش معاه have، try ever مصدر ما يجيش معاه. نيجي بعدها 18 I not my best friend yet. العلامة مين؟ yet. عاوزة مضارع تام منفي، مضارع تام منفي بيبقى I haven't met، لم أقابل فلان بعد. 19 We not some difficulty صعوبات recently. recently تيجي مع المضارع التام يبقى had or having we're having غلط يبقى have had. I have written a letter since. طيب since قبلها مضارع تام، ما بعد since past tense، past tense يبقى traveled. تمام. هنا بقى شكسبير كتب 37 مسرحية. هيجي واحد يقول لي انتي قايله لنا ان مع العدد بناخد مضارع تام، طبعا الماضي التام ما خدناهوش وزرت المجهول. مجهول ازاي وفيه 37 مسرحية؟ كده احنا ما بين المضارع التام والماضي البسيط. احنا لو بصينا هنلاقي الشخص المتوفي كتب الروايات كذكريات من الماضي، انجازات شخص متوفي انقطعت مش هتزيد عن كده يبقى هتبقى رود. لو كان بقى حد تاني غير شكسبير ماي انكل ماي فريند كنا خدنا مضارع تام لان صديقي هو مقالش انه مات، اذا كتابة الروايات مش ذكريات هتبقى حدث مجهول الزمن. كتب 37 رواية امتى؟ انما هنا انا سألتك كتب 37 مسرحية امتى، هتقولي في الماضي ايام ما كان عايش، يبقى دي ذكريات تاريخ. تمام. يبقى ماضي بسيط. it is 2 weeks since احنا كنا قايلين it is مدة، since ماضي بسيط، ماضي بسيط had met غلط، has lastly met غلط. كده احنا هنقول it is مدة ماضي بسيط يا lastly met يا lastly met، مش اسمها lastly يبقى هناخد last. خليكم معايا في صفحة 95 بيقول don't tell him ما تقولوش he has not known. طب احنا عارفين اللي بيجي ما بين have و has والتصريف التالت يا just يا already، طبعا since و yet ما بيجيش في النص، يا recently انما دي recent صفة يبقى already. هو بالفعل يعرف he was born، ولد زمانها was born ماضي. برافو. خدنا في الورقة اللي فاتت ان الماضي البسيط هياخد العلامة ان مش since و for ان سنة، يبقى since كانت هتبقى مضارع تام، for كانت هتبقى مضارع تام، يبقى ان وسنة. قد بتيجي مع الساعة ما بتجيش مع السنة. my brother not to Paris he came back last week. طيب طالما he came back last week يبقى اخويا راح ورجع. تمام. واحد يقولي طب ليه ما خدتش ماضي بسيط؟ مفيش ماضي بسيط، يعني مثلا is going will go غلط عشان المعنى هيبقى غلط. هو ذاهبا الان لباريس، طب ازاي وراجع؟ هيروح باريس لسه مستقبل، طب ازاي وراجع؟ يبقى has gone has been لقد ذهب، فدي has gone ذهب وما زال هناك، لكن هو قال لك انه رجع يبقى هنقول has been. 26 بيقول I haven't they haven't visited us. تمام. مضارع تام منفي، مضارع تام منفي يبقى recently بتيجي في الاثبات والسؤال، already بتيجي في الاثبات وسؤال الدهشه هيطلع، يبقى معانا يا سينس يا فور. the last two years لو انا سالتك تاريخهم ايه او تقولي مده غير محدده التاريخ يبقى هناخد فور. 27 he hasn't studied english. مضارع تام منفي يبقى هنشيل already عشان بتيجي اثبات، هنشيل just برضو عشان بتيجي اثبات. طيب في الاساس ما بصيتش الاجو عشان اجو ماضي بسيط يبقى lately، وكنا قايلين ان lately لو اخر النفي تبقى بتساوي yet. معايا بقى لو سنس جاي اخر اول الجمله، احنا كنا قايلين المضارع التام بيجي قبل سنس، طب هي ده لو في النص، انما لو جاي اول الجمله سنس ماضي بسيط سواء مده او تاريخ كما مضارع تام. يوميا قلت لكم
إذا جاءت سنس أول الجملة المضارع التام بعد الكما. إذا جاءت سنس أول الجملة المضارع التام بعد الكما. تمام؟ يبقى أنا هنقول since I graduated منذ أن تخرجت ماضي بسيط I have worked. وعايز يقولي طب ليه مش after؟ لأن after بيجي بعدها ماضي تام وهنا ماضي بسيط. تمام؟ before by the time قبل ما هي ما تجيش في المعنى قبل ما اتخرج هشتغل ازاي؟ when ماضي بسيط بيبقى النيامة التانية برضو ماضي بسيط أو مستمر. يعني وين الجملتين بيبقوا ماضي بسيط او ماضي بسيط مع مستمر لو تقاطع. انما اللي بتجمع حدثين مش من عيله واحده هي سينس. منذ ان تخرجت I have worked in this company. معايا 29 the last time اخر مره كنا بنقول ان قانون the last time جمله ماضي بسيط was يا وين جملة ماضي برضو يا إن تاريخ يا مدة أجو. تمام كده؟ احنا كنا قايلين دول بيجوا مع كلمة the last time. فانت بتقول the last time آخر مرة I saw my friend شفت فيها صديقي was last week كانت الأسبوع اللي فات. تمام؟ خليكم معايا. الجملة 30 بيقول it's طبعا it's دي على طول مدة since it's مدة since ماضي بسيط. يعني انت لازم تبقى اخدت على صيغة القانون. تمام؟ ف it's ages مدة بس من غير since. it's for ages مفيش اسمها it's for ages. تمام؟ it's ages since مرت فترات طويلة منذ ماضي بسيط I hear some good news. have you done your homework مضارع تام. تمام؟ كل العلامات مضارع تام. نشوف بقى آخر السؤال. طبعا هي بتيجي آخر سؤال الضيق so far السؤال العادي since لازم بعدها فترة يبقى already. ليه؟ لأن هنا بيقولك it's too fast. ده سؤال دهشة بيقولك هل أنت عملت واجبك بالفعل؟ أنا مش مصدق. تمام؟ not I was shop out shopping I saw three of my friends. واحدة واحدة. المعنى الأول لأنني خرجت أتسوق رأيت ثلاثة من صحابي مفيش سبب ونتيجة. منذ أن خرجت تعالوا نرجع كده الجملة اللي فوق. لو خدنا سنس أول الجملة ماضي بسيط بس النص التاني مضارع تام. طيب تعالى بقى في كده في 32 I was out shopping I saw الاتنين ماضي بسيط بس سنس غلط. المفروض إن أنا عاوزة when if طبعا ما تجيش وأنا مش موجودة يبقى while. أنا كنت قايلك while هتساوي when لو بعدها ماضي بسيط اللي هو الفعل was where لو فعل أساسي ما بينحطش في الاستمرار. يعني انت واحد يقول لي الله هي مش وائل امس بيجي معاها ماضي مستمر اقول له اذا كان verb to be بتحطش في الاستمرار مش اسمها was being الا في المجهول. فيبقى هنا قلت when I was out while I was out الاتنين في الجملة دي هيبقوا صح. تمام؟ when not such a beautiful dress. طيب when هل when من دلالات المضارع التام؟ لا. when في السؤال من دلالات الماضي البسيط يبقى when بتساوي how long ago واخدينها ديت فاعل ايه مصدر يبقى when did you buy. did you like treasure island novel هل حبيت رواية جزيرة الكنز؟ فطبعا ده السؤال وخلص. قالك no I not it yet. في ايه في الاجابة بقى؟ يت بتيجي اخر السؤال المنفي اخر جملة المضارع اخر السؤال قصدي ده اللي على الضيق واخر جملة النفي. يبقى هنا عاوزين مضارع تام منفي يبقى haven't read. have read صح مضارع تام بس مثبت. نيجي بعدها 35 this is the most اولا is مضارع عشان كده معاك مضارع تام. طيب المضارع بقى اللي بيجي مع التفضيل برافو عليكم يت لا طبعا هي اجو تطلع عشان ماضي بسيط يبقى هناخد ever لان انا قلت ever بتيجي مع التفضيل لان معناها على الاطلاق. ده اكتر كتاب مشوق على الاطلاق. oh I not my passport what should I do what should I do قلنا ده طلب النصيحة. طلب النصيحة دايما بتعمله لما بتكون لسه مخلص حدث اللي هو اعمل ايه what can I do what should I do. قالك السؤالين دول بيجوا مع المضارع التام
لان انت بتبقى لسه حالا الحدث حصل لك فبتطلب النصيحة. عندنا مضارع تام have been lost مجهول، have lost معلوم، المفعول موجود يبقى have lost. لسه مضيع جواز السفر اعمل ايه؟ تامر نقط a lot of health problems مشاكل صحية since he started living in polluted city. since ماضي بسيط مضارع تام قصة منتهية have had. نيجي هنا بقى، كنت قايلة لكم إذا انتهت الجملة before لم يسبق لي يبقى يفضل النفي باستخدام مين؟ never. يعني كنا بنقول ركزوا معايا كده in have و has. never التصريف التالت آخر الجملة يبقى before ويبقى لم يسبق لي أن. تمام، يبقى احنا عندنا 38 هتبقى I have never been to the zoo before. تمام، 39 بلال is not here بيقولها لك صريحة، بلال مش موجود يبقى راح ولسه مجاش يبقى has gone to. I have traveled a lot سافرت كتير. I have never لكن لم أذهب إلى USA. طيب اللي بيتكلم هو لسه هناك في USA ولا ما راحش؟ ما راحش، يقول لك لو لسه ما راحش أو راح ورجع يبقى been to، لأن الفاعل أو المتكلم معانا دلوقتي في نفس المكان. انت بتستخدمش gone to الا لو الشخص مش موجود، راح المكان ومش موجود، تسعى عليه ومش موجود. been to يا راح ورجع يا لسه هيروح، يا ما راحش، يبقى I have never been to the USA. تمام، طيب since then، since then احنا عندنا برضو ركزوا معايا في القانون ده عشان مفيش مكان ده. since then و ever since الاتنين دول مضارع تام. طب معناهم ايه؟ معناهم منذ ذلك الوقت، منذ ذلك الوقت. تمام، فتعالوا كده في الجملة اللي هي رقم 41 he traveled abroad ماشي مش لازمة since then منذ ذلك الوقت مضارع تام haven't met. he not 14 novels he can write more. اهي الجملة دي بقى عكس بتاعت شكسبير، يعني ده كتب 14 رواية وهيقدر يكتب أكتر، يبقى الشخص ده لسه عايش، لسه عايش ما ماتش، يبقى مينفعش ناخد ماضي بسيط، الماضي البسيط تبقى ذكرى خلصت، يا بيجيب لك إن الفعل غير نشاطه، يا بيجيب لك إنه مات، فاهمين إزاي؟ فدي جملة مضارع تام مع عدد عادي جدا يبقى has written. لكن هنا بقى he wrote 14 novels ده ماضي بسيط، الماضي البسيط بيعبر عن ذكرى وانتهت والفعل غير نشاطه. يبقى ده معناته ان هو he stopped writing توقف عن كتابة، لان he's still writing ما زال يكتب. غلط، دي مع المضارع التام، he can write again هيكتب تاني مضارع تام، he will write more هيكتب اكتر مضارع تام، اللي هو لسه بيكتب، لسه بيكتب وهيفضل يكتب، انما ده خلاص توقف عن الكتابة، استخدمت الماضي البسيط، يبقى انت اصبحت كتابة الروايات من الذكريات القديمة. she not two cups of tea up till now. up till now علامات المضارع التام ومعنى عدد يبقى has drunk. when he was 13 تعالى افكرك كده بقانون when. كنا بنقول ان when لو بتدل على الذكريات القديمة يبقى جملة ماضي بسيط، سواء ذكرى في مكان او ذكرى في سن معين، والنص التاني ماضي بسيط. فهنا بقول لما كان عندي 13 سنة دي ذكرى سن معين، يبقى النص التاني ماضي بسيط. خليكم معايا اخر اسئلة. جملة 46 صفحة 96 the last time احنا the last time ماضي بسيط. طب تعالوا كده راجع القانون بتاعها. the last time جملة ماضي was اهم حاجة was in سنة وين مدة مدة ايه was in 28 يبقى visit. he has lived زمن has lived مضارع تام، يبقى هنشيل since سوري هنشيل in وتو، طبعا ما لهاش دعوه بيه المده الزمنيه لان تو بتيجي مع فروم مده تو مده. مش الكلام طول واحده غلط كده غلط معايا سنس وفور السنه تبقى سنس. هي ليفد ان كايرو طبعا ليفد زمانها ماضي بسيط يبقى ان سنه في الماضي يبقى ان 2018 سنس وفور غلط. هي ليفد ان كايرو انما لسه قايله لكم فروم مده يبقى تو
مدة، يبقى from مدة to مدة. ده ماضي بسيط برضو وتنفع ماضي مستمر. طبعا مش جايبه، هو هنا جايب ماضي بسيط، هو حر. A lot of flowers، كثير من الورود. قطفت ولا قطفت؟ برافو عليك، هتقولي قطفت. قطفت مجهول. طيب هناخد مجهول في زمن ايه؟ since مضارع تام. المجهول في المضارع التام كنا قايلين have و has been ing. has been ing sorry has و have been تصريف تالت. has been تصريف تالت، have been تصريف تالت. طبعا هنا flowers جمع، يبقى have been picked. ممكن نبدأ بالعكس، نقول ان since مضارع تام. طب انا لقيت كله مضارع تام، flowers جمع، يبقى نشيل has عشان مفرد. have picked معلوم، have been picked مجهول، يعني الورود تقطف، يبقى have been picked. تمام، اشوفكم في الفيديو الخاص بأدوات النكرة والمعرفة.